خلينا نشوف كده مناظر بقى صباحية ولقطاتنا العلوية. المرة دي هنروح معاكم من القاهرة القديمة وبقرب من حي أيضا السيدة زينب، وزي ما انتم شايفين معانا يمكن البداية من مستشفى أيضا سرطان الأطفال 57 طبعا هذا الصرح الهائل. والمنطقة دي كمان خلينا نقول إن هي منطقة فيها الكثير من الآثار، يعني على بعد أيضا خطوات هتلاقوا السور مجرى العيون، السور يعني اللي كان أعلن أكثر من مرة عن محاولات ترميمه لكن ما شفناش لغاية دلوقتي شيء يعني واقعي. وبالقرب طبعا منها منطقة السيدة عائشة أيضا بكل ما فيها السور مجرى العيون مساجد. بالضبط السور الحقيقة اللي محتاج لعناية ووراه قصة يمكن مذهلة، لأنه كان بيرفع دايما أو كانوا بيستخدموه لرفع المياه العذبة من نهر النيل إلى قلعة صلاح الدين في الجبل. بس المنطقة دي برضو فيها إهمال، خلي فيها إهمال بشكل كبير. خلينا نبقى صرحة، ما الواحد لازم يبقى صريح مع نفسه علشان يقدر يحل مشاكله. إحنا عندنا إهمال كبير جدا لبعض الأماكن الأثرية والآثار بتاعتنا دي. منطقة أثرية فعلا ما فيهاش أي اهتمام، وكل وزارة بتيجي ما برضو ما بنشوفش جديد في هذا الأمر، فمش عارف. بس يمكن يكون الجديد انه المنطقه دي برضو كان دايما ناس بتشتكي انه ازاي صرح كبير زي مستشفى سرطان الاطفال جنبيه منطقه المدابغ المدابغ او نقلها دي خطوه كانت جايه يعني بتنقل واصلا بتكلم على السور بقى نفسه. طبعا المنطقه دي نفسها السور تضرر، لسه في ناس كتير خلينا اقول لكم اللي على طول رتش المباني بيترمي هناك، وبنشوف حتى احيانا قريب من المستشفى، وده طبعا ده يعني نتيجه غياب الضمير خلينا نقول لدى الشعب السلوك البشري جزء وعدم المراقبه وعدم البشري جزء من المشاكل اللي احنا بنعاني منها. معلش برضو ممكن يكون على الصعيد الثاني تلاقي برضو بعض المجهودات، ولكن لما انت سلوكك هيبقى سيء وسلبي اكيد انت كانك او كان الدوله ما عملتش حاجه، وكان اي وزاره ما عملتش حاجه، وكان اي حي ما عملش حاجه. احنا بنكمل بعض، يعني ما فيش قطاع لوحده هينهض، ما ينفعش. على كل حال برضو المنطقه دي منطقه جميله، ولو الدرون وسع شويه هتلاقيها بنبدا نروح للقاهره القديمه بامتداداتها بقى من جامع سلطان حسن لقلاوون للقلعه. هتخش يمين شويه هتلاقي نفسك في منطقه القطاع القديمه ومسجد ابن طولون وغيره، يعني المنطقه دي كلها هي القاهره القديمه. بص هي مصر، وقلنا الكلام ده قبل كده، مفيش مكان في مصر او منطقه في مصر ملهاش تاريخ وملهاش قصه، ده بجد.